قوم يا محمد معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ مقلب جديد قوي 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 جدا جدا الحاج زي ما طلبتوا مني. قلت له اعمل يا حاج، احنا عايزينك تعمل مقلب جامد قوي في محمد وحسن. فانا طبعا نفدت بجلدي وقلت له لا خليك في حسن. وانا حبيت اعمل المقلب وما ينفعش انا اعمله لوحدي، لازم ايه؟ لازم استعين بيهم، هم اللي هيعملوا القمر والحوارات اللي بيعملوها دي انا ماليش فيها. فانا استعنت بيهم كلهم بس من ورا الحاجه، لان الحاجه لو عرفت هترفض. عشان مقلب جامد، مقلب جامد الحاجه مش هتوافق عليه. طبعا هنا ابو زياد يسلم على الناس الاول. انا معلقين الكاميرا ام زياد طبعا يوميات ام زياد عارفينها. بس هنا في معلقه فينا حاجه عشان حسن لاقيه حسن مشغل. لما نيجي نبدا لما حسن يجي تلف هي تقعد هنا تدي الكاميرا عشان تعرف تشيل النقاب، عشان هي لو قعدت بالنقاب حسن ممكن يشك. ام زياد سلم على الناس. حبيبي عامل ايه؟ اشهر من نار يا علم، كل يوم والتاني على الترند محدش قدها. سحر طبعا الله اكبر واكله الترند يا محمود يوميات معمود الزعر. انا ما بقولش، انا ما بقولش، انا بحسب بس. طبعا فكره المقلب مش معلومه، بس انا ساعات ما سلمتش على الناس. اديكم يا جماعه مين؟ يا رب تكون كل زي ايش. سلم على الناس. زيكم يا حبايبنا، ويا رب المقلب ده يعجبكم، ويا رب عزل يعني يستاهل. طبعا انا دوري في الموضوع ده كله، انا المسخناتي وانا المولعات هديت على حسن وروح على مدى وشه. وانت بقى كمل يا حاج دورك، انت عارفه بقى انت صاحب المقلب. حق المفروض ان الحاج بعد الشهر يعني لا قدر الله ان هو تعبان، وحسن بره طبعا بيتنطط كالعاده. حسن محمد هيكلمه ويقول له ان ابوك تعبان وتعالى ضروري عشان خاطر ايه؟ احنا كلنا قاعدين جنبه. فمش هحرق لكم المقلب بقى، نشوف رد فعله هيبقى عامل ازاي. مش هحرق لكم المقلب، من الصعب ان احنا نجيب حسن اصلا من بره. تعالى عايز ليه؟ في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ تعالى عايزك بس. انت قدامك كتير؟ انا قاعد مع صحابي بقى. انت قدامك قد ايه طيب؟ ما يعني انا لسه قاعد، يعني قدامي مثلا راجع كمان ساعه ولا حاجه. لا 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 لا، انا عايزك بالظبط 5 دقايق تبقى هنا عشان ابوك عايزك. ابوك تعبان. تعبان ماله؟ طب ما تيجي بس هبقى افهمك. تعالى بسرعه بسرعه يا حسن. ماله يعني؟ يا عم تعالى بس لما تيجي هتفهم. بس تعالى بس بسرعه. قول له طلبه. طيب ماشي ماشي، ما تاخرش. طب هو كويس يعني ولا في ايه؟ لا ابوك تعبان وعايزك، وتعالى بس لما تيجي هتفهم. طيب ماشي يا ابني. هو مش كويس. ماشي يلا سلام بسرعه. يستاهل كل خير طبعا. حسن عمل مقالب كتير في الحاج وشفتوه، عشان كده انا مش شارك في المقلب ده. وعمل مقالب في محمود كتير وشفتوه، عشان كده مش شارك برضه. وانا انا ملاك ما بعملش حاجه. هو المقلب اللي غصني بتاع الاستبدال. بس انا ساعدت. انا كنت بره. في بابا؟ هو في ايه؟ في صلاح بابا؟ بابا في ايه؟ مالك فين حسن؟ انا هنا اهو. هو في ايه ماله؟ وديته للدكتوره. عملته ايه؟ بابا عليه مش عايز يرد. بابا مالك في ايه؟ طلبت اوبر هيجي. عايز حسن. يا بابا انا جنبك. في يا محمد؟ يا بابا في ايه مالك؟ عايز حسن. طب ما انا جنبك اهو. حسن جنبك يا بابا. يا بابا انا جنبك، انا جنبك والله. هو في ماله يا بابا؟ بابا مالك؟ انا جنبك اهو اهو. طب في ايه يابا؟ يابا مالك؟ في ايه؟ حاسس بايه؟ طب انا جنبك اهو. سيبه بقى حسن شويه عشان ما يتعبش. طب هو حاسس بايه؟ طب ايه اللي حصل؟ الدكتور ما بيردش. انا مستعجل الدكتور. طب روح يا محمد بسرعه. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصله لكده؟ يا بابا بابا يا بابا بابا رد عليا. هو ما بيردش ليه الدكتور ده؟ يا بابا رد عليا. مالك؟ عاوز حاسس. يا بابا انا جنبك والله. في ايه طيب؟ يا بابا انا جنبك. في ايه؟ الدكتور ما بيردش. عشان خاطر رد عليا. يا بابا رد عليا. في ايه مالك؟ والله انا جنبك اهو. ان شاء الله هتبقى كويس. طب في ايه؟ عاوز حاسه. يا بابا انا جنبك. طب في ايه والنبي؟ بس من بدري عمالين بقول لك تعالى تعالى، انت مش هتسمع الكلام. انا جنبك. طب في ايه؟ انا عايز اعرف. طب انت حاسس بايه؟ قول لي. يا بابا
بيقولك على الدكتور محمود؟ ما بيرد. هو رد عليا والنبي. تقريبا مع حالي. انا هلبس النقاب وهنزل اشوف مالك. في ايه طيب؟ يا بابا رد عليا مالك؟ طب حاسس بايه؟ قمت انا نروح للدكتور. يلا شو بقى يا بوش يا حسن؟ طب قوم بقى ودي للدكتور يا بابا. ما تتعبوش سيبه. لا قوم يا بابا قوم. يلا عشان خاطر يلا يا محمد يا ابني سيبه. انا طلبت اوبر هيجي سعال سعال. انت شو بدك اكثر حاجه ودي بيه انت بس يا بابا عشان انا جنبك اهو. انا جنبك والنبي انت سألت حسن الشيخ هو عمال يسألك انت بتعملت له حاجه؟ والله يا بابا انت مزعله حسن؟ والله انا كلمته. طب ما عمال يسأل عليك انت ليه؟ يا بابا ايه؟ طب قوم تعالى نروح للدكتور. طمنا عليك مالك؟ هو ما ردش ليه الدكتور ده؟ يا بابا قوم يلا يلا قوم معايا. طب شوف هو عايز ايه لازم تقومه. قوم معايا يا بابا قوم يا محمد يلا قوم معايا يا بابا قوم بابا بابا يلا قوم معايا. طيب بابا يا صبا حسن ايه؟ ما حسن اهو انا مودي للدكتور. ايه ده حسن؟ حسن انا جنبك اهو يا بابا يا بابا يا طب انت كنت عايز ايه من حسن طيب؟ اشوف انت عايز ايه يا بابا حسن؟ عايز ايه من حسن؟ هات ميه هات ميه هات ميه هات ميه هات ميه يلا يا حسن شربوا يا قوم اهو قبل بتشرب اهو تعدي قوم. طيب قوم قوم يا محمد معاك يا حسن. بس اهو انا جنبك بس عشان يجربوه. اشرب اهو قوم. غرقته كده؟ غرقته يا حسن بالراحه. يلا قوم بقى معلش تغرقت. يلا يا بابا والنبي عشان خاطر تطمن عليك. طيب انت حاسس بايه؟ غرقته يا بابا. يلا النبي يا جدع غرقته يا محمود. يا بابا قوم قلت له حسن. طيب عايز حسن انا جنبك اهو. انا عايز حسن. طب والله انا جنبك. هو حسن. ايه حسن؟ حسن هو يا بابا. انت عايز ايه؟ عايز من حسن؟ عايز حسن. عايز من حسن؟ انا عايز حسن. يا بابا انا جنبك. انت فجيت؟ والله انا جنبك اهو. فجيت؟ اه. قول لي انت في ايه طيب؟ ايه حاسس بايه؟ جبت الشهاده لسه. ما تشغلش بالك انت يا بابا بس قوم تعال روح للدكتور. يلا ونبي نقوم عشان اطمن عليك. الشهاده لسه هنتحن. هو ماله؟ بتعدل يا بابا معايا. تعبت له النهارده عمال يسال عليك انت. اكيد انت عملت كده. تعدل معايا تعدل معايا. قوم يابا تعدل. نفسك تعمل ايه؟ قوم عشان يلا نفسك تعمل ايه؟ هاتوا حسن في حسن. يا بابا انا جنبك اهو. حسن ايه حسن بتاعك يا حسن؟ مقلب من قلبك يا حسن. مقلب من قلبك يا حسن. ايه رايك بالمقلب ده يا حسن؟ بسرعة ايه اسفل عليك. احنا لسه لا مش قاعد يعمل مقلب. يوه جامد قوي عشان تحاول تعمل حد مقلب.
فكان ما ما انا وانت هخطط لك ورحت مجمعهم لك كلهم. بس بس انت مش ناقص. اسمع انت تعاول ولا ايه؟ حلم تاني، حلم تاني لو ما سمعتش كلام. هو زعلان ان هو ما حدش مع اصحابه. لا لا عشان اتعلم عليك، اتعلم عليك، ابوك علم عليك. لا حلم تاني لو ما تعبتش حلم تاني واعمل مجد. بس والنعمه التقليد والله. لا انت طلعت بس انت فاتتك حاجه. قول لي ايه هي؟ قول لي ايه هي؟ ده هو جابني على مال وشي. انت طالع مخدود، حاول تحت شفت امك ولا طلعت على طول؟ كانت تحت انا في الاوضه. عقلك يقول لك بقى ازاي امي تحت والمنظر ده هنا كده صح؟ هو في ولا في ايه بقى؟ يلا بقى انا حبيبه. زي رايك بقى مش هجاول ولا ده؟ يا انا وش جامد؟ انا بقى لو وحش ده انا كنت هموت. طب ده ما انا عرفتش انا قمت على طول. مقلب التجاهل ولا ده؟ ايه رايكم مقلب التجاهل ولا ده؟ عايزين بقى نبتدي من الحاج يعملها فيه تاني بس مش هيعرف ده ايه؟ خلاص ده كده. لا 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 انا ما اعرفش اعمل مقلب لوحدي. لازم ايه؟ لازم لا لازم انا يوم ما افكر انشل لازم اسيب. ايه رايك؟ ما ترد عليا ولا نمت انا على السرير؟ يعني انت معاه اشمعنى حسن؟ حسن يعني هو حسن الكبير؟ احنا اصحاب، اوعى تفكر تعمل فيا حاجه. بصراحه عجبك المقلب؟ بصراحه يستاهل كام لايك بما يرضي الله؟ هاي محمد؟ لا نمرة ايه؟ عايز اسال سؤال ثانيه واحده، انت بتحبني قوي كده؟ لا مش عارف ان انت هتعمل كده. دي بروفه بقى، يعني انا لما اموت لا تخيل كده ابقى تخيل كده ان انت ايه عمال تعمل كل ده. هو كده ايه هياخدك بقى ايه يقول لك تعالى نطلع يا عم. ما قلتليش يستاهل كام لايك المقلب ده؟ لا ده يوصل 50,000 ده ولا 100. ده انت طلعت طيب قوي. ده انت المقلب بتاعك الفاكسان بيجيب 10. خطط لي بقى في مالك يا حاج يابا. هو يا حاج لا احنا اصحاب يا زميلي. احنا انا ثبت لك الكاميرات بعد كده. انا صراحة عمال اقول عايز اعمل مقلب في حسن. مقلب التجارة بقاله اسبوع بيقول لي عايزين نعمل بس انا دماغي مش زيهم. هم حوارات دي جهل. والله ماشي بعدين. انت برضه فاتلك لازم تراك محمد جوز اختك قاعد ساكت واختك قاعده ساكته. انا مش مركز معاهم. هو يركز في ايه؟ اقول ايه؟ ما عملوا عايز حسن، عايز حسن. اللي جاي عليه حسن. انا اللي عصبني كل ده ان انا عمال اقول لك امه ما حدش يقول راضي يتحرك. ومحمود يقول لي الدكتور مش راضي يرد. الدكتور مش راضي يرد ما فيش غيره في البلد. الشبكه قاطعه عنده. الشبكه قاطعه. المفروض بقى البقلب بتاعك انت اللي تقفل الحلقه. فتعالى كده بقى معلش. تقفل الحلقه بقى. بص للكاميرا فوق. يا رب تكون مقلب عجبك. وانت كمان بتساعدني وكلكم بتتابعوا. انا كنت هطول بس صعب عليا بصراحه. معلش يا عم. وقعي من العياط. احنا كبار. انا اتكلمت. انا ما بحبش اعمل مقلب بس هو اضطرني عشان مقلب التجاهل ده عصبني. فايه رايك يا حسن؟ كده خلصين. قول له مش زعلان؟ لازم نقفل المقلب واحنا زعلانين من بعض. تعال. احنا بنتكلم قبل ما نقول كده احنا ايه 50 والباقي ارض. لو بديت كل اللي في البيت هيبقوا معانا. ماشي ماشي بس سلم على الناس بقى وقول لهم انك انت مش زعلان. لا خلاص ما قدرش انا اتبسطت ان هو الحمد لله بيعمل مقلب. اتمنى ان هو في الحاله دي فعلا كان يبقى بيعمل مقلب مش حقيقي. اه ربنا يخليه. مع السلامه.